هيا يا أطفال وهيا نمد يقوم. مرحبا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد جيكم هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للكشافة. لو 22 فبراير سي لا جورني انترناسيونال دو سكوتيزم، عليها رام هنا هاد أصدقائنا فوج النهضة وفوج النور. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. مؤسس حركة الكشفية سميث بادين باول ولد روبرت ستيفن سميث بادين باول في 2 مارس. اليوم عمو يزيد دار تقدير لساعي البريد. ساعي البريد هو اللي يجيب لنا الرسائل. يا أخي أطفال نحبوه ساعي البريد. إذن يلا تغنوا كامل معايا ساعي البريد. ساعي البريد ما تحمل، عندي بريد مستعجل. ساعي البريد ما تحمل، عندي بريد مستعجل. ماذا يا ترى فيه يا ترى؟ أخبار طبعا أجمل. إذن يا أطفال أنتم تاني اللي حبيتوا تحضروا معنا وتفرحوا كما أصدقائنا اللي راهم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات، يبعثوا لنا رسائل نقراوهم. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. ابتسامة على وجهي لا تغرب عني يوما، وسلوك أخلاق ترافق عملي دوما. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني له. تعالوا هلموا إلينا الضفوع عمو يزيد.